دوني إطالة في الحين أفسح المجال للزميلة رحيمة غلاب وضيفها الكريم. صباح الخير رحيمة. صباح الخير أمينة، صباح الخير لكل مستمع القناة الأولى، أهلا بكم. الشجرة بين التصحر، بين القلع وبين الحرق، في هذا الموضوع نستضيف المدير العام للغابات محمد صغير نواس. صباح الخير سيدي. صباح الخير أستاذ الكريم. موسم 2014-2015 مرت، 2015 سنعيشها ونعيشها بصيفها الحار عادة بالجزائر، ماذا عشنا في 2014 وماذا سيتم التحضير ل 2015؟ شكرا، صباح الخير. 2014 كان صيف يعني صعيب مقارنة ب 2013 اللي كنا يعني سجلنا أكثر من 4000 حريق، وكانت المساحة اللي انقاست يعني هي حوالي 38000 هكتار. كي نقول انقاست يعني ماهوش أتلفت نهائيا، لأن فيها تقريبا 50 إلى 55% من المساحة هذه اللي تعاود تخلف السنة اللي تجي من بعدها. نقدر نقول يعني المساحة اللي تتلف هي من الغابات ما تفوتش 15000 هكتار. حتى هذا ماهوش قليل، يعني احنا كل هكتار من الغابات يروح هذه خسارة للبلاد، لان الجزائر هي من البلدان المهددة بالجفاف والمهددة بالتصحر. احنا نتواجد في المنطقة هذه. احنا في يخص سؤال تاعك الحملة تاع 2015، احنا في طريق الاستعداد الان لتجهيز مخطط وطني كالعادة، اللي يكون فيه يعني يتركز على خاصة على المراقبة، الإعلان السريع والتدخل السريع في النيران، لأن فيه نيران كثير. رانا حوالي كل سنة نلحقوا حتى 4000 أو أكثر من 4000 حريق ليسجل، باش يكون تدخل سريع. لماذا؟ احنا شفنا في التجارب الماضية كيف النار يعني تكبر، راح يكون من الصعب جدا القضاء عليها بسهولة. كانت تطلب مجهودات كبيرة ووسائل تجنيد وسائل كبيرة. لهذا استراتيجية تاعنا اللي مسطرة في الجزائر يعني تتركز خاصة على جهاز وقائي تحضيري، وكذلك المراقبة، الإعلان السريع والتدخل السريع تاع الفرق تاع الغابات، اللي هي كل سنة تقريبا 500 فرقة تدخل سريع. نعم، لكن في السنوات الأخيرة محمد صغير نوال يعني بشهادة الجميع فيه تحسن في محاربة اندلاع هذه الحرائق التي كانت عادة في السنوات الماضية تأتي على الكثير من هذه الغابات. هو تحسن للملحوظ يعني في خاصة فيما يخص المواطنين. نعم. تجنيد تاع المواطنين وتحسيس المواطنين، وهذا التحسيس وقدرة التجنيد زاد من 2012، لأن في 2012 عشنا كارثة حوالي تقريبا 100000 هكتار يعني، وكثير من المواطنين اللي تضروا من الحرائق هذه. هذه تاع الحملة تاع 2012 ركبت خوف يعني في المواطنين تاع الريف. وللعلم يعني الجزائر فيها خصوصية أنها تقريبا 40% تاع المواطنين ساكنين في الريف، يعني اكثر من 13 من تقريبا 14 مليون نسمه في الريف داخل هذه الغابات وجوار الغابات. دونك فيه كثافه سكانيه في الارياف. كيف تكون الحرائق هذه؟ يعني المواطنين هما مهددين يعني بالحرائق هذه. لهذا التحسيس تاعهم كان من ضروري باش يتقوى وباش يكونوا معنا يعني مجندين معنا، خاصة في المراحل تاع الوقاية وكذلك حتى في التدخل. شاهدنا دوك المواطنين راهم يساعدونا كثير في التدخل فيما يخص النيران هذه. نعم، وبالحديث على المواطنين، هؤلاء المواطنين الذين يعيشون على سفوح الجبال بطبيعة حياتهم، التنمية الريفية أتت من أجل استقطابهم ومن أجل ممكن جعل هذا المواطنين يستقرون بهذه المناطق الجبلية. التنمية الريفية من اختصاص الغابات، ماذا تم تقديم لحد الآن؟ هذا سؤال يعني كبير، لأن علاش ما نجموش نطلبوا من المواطنين تاع الريف إلا المساعدة والتحسيس والتوعية لمكافحة الغابات وحماية الغابات بصفة عامة. الناس هذوما محتاجين باش
الوضع المعيشي تاعهم يتحسن، يتحسن المداخل تاعهم تحسن. لهذا يعني الدوله منذ سنه تقريبا 2000 كان سجل عده برامج للتنميه الفلاحيه والريفيه لتهدف الى خاصه تحسين الوضع المعيشي. قبل نعطيك ارقام يعني فيما يخص التطور البشري، احنا الان في الجزائر عندنا قدره تخزين المياه اللي لحقت، هذا مجهود كبير في ميدان الري، اكثر من 8 مليارات متر مكعب. عندنا فيما يخص الراكوردمون تاع الماء الشرب 95%. عندنا كان يعني اكثر من مليون ساكن ريفي اللي انجزت فيها، كذلك لو ريزو الكتريك تاع الكهرباء 97%. ديزونكلافمون ستادير فتح الطرقات فيما يخص هذه القرى بحوالي قاس 14000 قريه. والتمدرس احنا نعرفوا بلي لحد 98% هذا هام جدا. وفيما يخص الصحه التلقيح 96%. هذو ارقام يعني راهي متواجده ومعروفه، هذا منذ استحداثها، يعني هذا منذ استحداثها، هذا منذ استحداثها يعني في السنوات الاخيره من 2000 لهنا هذا اللي طو طلعوا خاصه في الريف. نعم. لان من قبل 2000 كان في المدن كان فيه برامج كبيره. كل الجهود يعني من 2000 لهنا كانت توجهت خاصه للريف. فيما يخص المشاريع التنميه الريفيه، انا فيه يعني من 2009 الى حد الان اكثر من 10000 مشروع جواري اللي انطلق، وكان يعني قاس اكثر من مليون عائله فيها 7 ملايين نسمه. قاس يعني حوالي 9000 قريه، وهذا يعني كان مكننا من التدخل في 8 ملايين هكتار. كان اللي كان نشوف من 2000 لهنايا اكثر من 800000 منصب شغل، من بينها 300000 تخص يعني المستفيدين. نعم. تاع لي فيرجير بوركيك تاع الاشجار المثمره والوحدات تاع كيفاش يقولوا تربيه المواشي، تربيه النحل لفائده هذا الناس. يعني هذه كلها تدل على ان البرامج هذه راحت مباشرة لفائدة المواطن. لماذا؟ كيف نحسن الوضع المعيشي؟ هذا غير كافي، باش نحسن الوضع المعيشي لازم نخلق جهود عمل في فرص عمل في الميدان الريفي. لابد من توفير الجو الملائم. الجو الملائم هذا راح يعني التأثير تاعو مباشرة يكون ينقص الضغط على الطبيعة، على الموارد الطبيعية خاصة منها الغابات. إذا كان ما نحسنوش الوضع وما نحسنوش المداخل تاع الناس هذو، راح يتوجه للبؤر يعني الطبيعية. نعم. حتى القضاء على فكرة يعني النزوح الريفي التي غلبت على المواطن الجزائري في السنوات الأخيرة، وأكيد التنمية الريفية لها جانبين، جانب اجتماعي وجانب اقتصادي. نعم. النزوح الريفي انقلب من 2010 وهذا الرقم توجد، يعني من 2010 الأمور انقلبت، ولاو الناس يروحوا من المدينة للريف. فيه عوده وفيه الان انتم تشاهدوا كي تمشي في الطياره تشوف لتحت، راه الريف تاعنا ما شاء الله فيه بنايات كبيره، فيه طرق، فيه يعني عده مشاريع اللي انجزت لفائده الريف. وهذا اللي يعني كان ممكن باش الناس دوكا تولي للريف. رجعت يعني خصوصيه الريف وخصوصيه الغابات بالجزائر. سيد محمد صغير نوال، كذلك بالتكلم على سكان هذه المناطق السفوح الجبليه والارياف، فيه كذلك مساله تعريه الاراضي الغابيه من طرف سكان المناطق سواء عن قصد او دون قصد. المشكل تاع تعريه المناطق الغابيه هو فيه زوج جوانب. فيه الجانب الاول يخص املاك الغابات الدوله، لهذا يعني يسموه تعدي. نعم. مباشر غير مسموح، غير مقبول. يكون ماهوش غير المواطنين تاع الريفه، فيه بعض الاحيان مواطنين تاع المدن اللي يروح باش يحوس خصته قطعه تاع ارض ولا يروح يشارك في التعريه وحتى يشتري على الناس اخرين. احنا المصالح تاعنا متواجده بالميدان وعندنا ملفات كثيره في العداله، والعداله راهي تقوم بالعمل تاعها، فيه متابعه، فيه قانون تاع الغابات جديد اللي احنا نحضروا فيه، اللي راح يكون فيه صرامه
كبيره صرامه اكثر لمواجهه. في الجانب الثاني يتم تحضير قانون جديد، هو الان في التحضير قانون جديد للغابات، لان القانون القديم منذ 84 هو فاته الوقت. يعني سيعرض نظن في ممكن يعرض في السنه هذه 2015، اذا كانت توجد في 2016 مليح، يعني هذا مليح راح ياخذ بعين الاعتبار زوج جوانب. صرامه فيما يخص مكافحه هذا التعديات على الغابه، وكذلك راح ياخذ بعين الاعتبار ضروره ادماج المواطنين في البرامج تاع تنميه الغابات والمحافظه عليها. هذوما زوج الجو. فيه الجانب الثاني، عندنا عده قضايا تهم تعريه غطاء نباتي ولكن متواجد فوق املاك خاصه. كاين ناس راحت يعني في المدن خلات الاراضي تاعها، وهذيك الاراضي كيف ما تخدمتش يعني بالطبع فيها الغابه، كلاتها الغابه تسمى ولات غابه. كيف ولات غابه دوك الناس هذوك مع الرجوع للريف وفيها كيفاش يقولوا لانديفيزيون، يعني مع عائلات شركة في الأراضي هذه، ما يعلموش بالقوانين، لأن من في الخاص ملك تاع الخاص باش تكون التعرية لازم له أوتوريزاسيون تسريح من إدارة الغابات على حسب القانون. كاين فيه كثير حالات الناس ما تطلبش التسريح هذا، تروح مباشرة تقوم بالتعرية، وهم الآن متواجدين خاصة. لأن احنا ممكن نعطوا تسريح كيف يكون ما يكونش ضرر ينتج على هذا التعرية، ونرفضوا في الحالات ونرفضوا التسريح، لان التعريه تاع الاراضي ولو في الارض خاصه راح تكون مشكل للاراضي او مدن اللي من تحت فيما يخص يعني تهدد. نعم استاذ محمد صغير نوال، فيه كذلك مساله عمليه التشجير التي انطلقت منذ سنوات السبعينيات ولا زالت متواصله الى غايه اليوم، ماذا تم لحد الان؟ شوف فيما يخص التشجير لازم نعطيك بعض المعلومات، يعني لازم نعرف بلي قبل ما تدخل فرنسا للجزائر كانت الجزائر فيها 5000 هكتار تاع غابات، 5 ملايين عفوا 5 ملايين هكتار، ومن نوع يعني مليح. يعني في 62 كي خرجت فرنسا بقاو 3 ملايين هكتار بين 2 ملايين مدهور. هذا اللي درناه في الاستقلال اللي كان، يعني منذ 62 لحد الان احنا رانا في حوالي 4.1 مليون هكتار، زيد لها 600,000 هكتار اللي هي ثاني راح تهيئ باش يكون التشجير تاعها. يعني هذه تبين على الجهود اللي سطرتها الدوله من 62، وحنا نعرفوا ما بين العمليه 62 بعد مباشره بعد الاستقلال السلطات انذاك، ما بين العمليه الاولى اللي فكروا فيها هو التشجير. كانت في حمله تشجير للسي بي ار شونتي بوبيلار دو روبوزمون، يعني ورشات تشجير شعبيه اللي كانت انطلقت في 62 تحت الوصاية تاع السلطات العليا للبلاد. ومنذ ذاك الحين يعني كانت في عدة برامج، والآن حنا رانا نسجروا تقريب 50 حتى 60,000 هكتار سنويا. نعم، كان كذلك فيه لقاء مؤخرا اعتقد في شهر فبراير الماضي بحضور الفاو، كان فيه يعني محور نقاش كبير حول الغابات بشمال افريقيا بما فيها الجزائر، هل تم التطرق لنقاط معينه؟ لا، هذاك فيه كان تحضير للقاء راح يكون في شهر ديسمبر ان شاء الله في الجزائر، فيما يخص البلدان الشمال افريقيه والاسيويه، حوالي 27 دوله فيما يخص الغابات والمراعي. هذه اللجنه جهويه تاع منظمه الفاو باش تلاقاو هنايا، دونك الدوره هذه راح تنعقد في الجزائر، كل سنتين تنعقد في بلاد، المره هذه راح تنعقد في الجزائر، وفيه أي احنا الان في شهر ديسمبر من 14 الى 18 ديسمبر 2015 بعد ملتقى جنوب افريقيا. بعد جنوب افريقيا هذاك سي الكونغري مونديال فورستي، دونك هذاك راح يندار في سبتمبر ان شاء الله في دربان. وهذه اللجنة الجهوية راح تطرق يعني إلى إشكالية، باسكو حنا هذه البلدان كل متواجدة في منطقة مهددة
بالتسحر. نعم. والتسحر اللي احنا نتكلموا على الغابات الغطاء النباتيه، انا قلت 4 مليون، ما ننسوش بلي عندنا 32 مليون تاع سهوب، وفيها لاستيب، فيها اعشاب رعاويه. هذه الاعشاب يعني تلعب دور حمايتها، تلعب دور ايكولوجي يعني حمايه التربه، وتلعب دور اقتصادي. نعم. لان تقريبا 18 مليون راس غنم متواجده في المنطقه، ترعى في هذه المناطق، هذه فيها يعني اهتمام خاص. هذا نقول الغابات والمراعي هي مرتبطه، وحنا الان في التحضير، مازال عندنا شويه وقت باش اللجنه هذه تشرف عليها الجزائر في ديسمبر المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. ماذا عن مسألة تكوين العنصر البشري بالغابات، خصوصا يعني في خصوصية للمجند في الغابات، طبيعة العمل صعبة وتلتزم تقنيات كبيرة ممكن وتحدي كبير؟ فيما يخص التكوين هذا شيء مهم جدا. احنا عندنا باش يكون للعلم يعني عندنا 3 مدارس تاع قطاع الغابات متخصصة في الغابات. عندنا المدرسة الوطنية اللي في باتنا تكون يعني عامين بعد البكالوريا في الجراد تاع لوفيسي لو برومي جراد تاع لوفيسي الدرجه الاولى تاع ضباط في صف الغابات. وعندنا 2 مراكز، واحد في جيجل واحد في بني سليمان، اللي تكون اعوان الغابات. يعني هذه المراكز الان فيها اعوان راهم في التكوين، والمناصب الشغل ان شاء الله كما السنه هذه إدارة الغابات يعني طولها 1400 منصب إن شاء الله. إحنا في يعني في طريق التحضير ولورنفورسمون يعني تدعيم ليزيفيكتيف يعني الموارد البشرية اللي هي تلعب دور كبير في الحراسة وتوعية المواطنين. عندنا كذلك جامعات 6 أو 7 جامعات لتكون مهندسين في ميدان الغابات وعلم الطبيعة. هذو هما يعني اللي مولوا لإدارة الغابات باش يكون فيما يخص البشر يعني. نعم. آخر ما نختم به في خطوط عريضة الخماسية الحالية 2015-2019، ماذا تم التحضير له؟ والله هو محضر الجهود راح تواصل فيما يخص برنامج التنمية الريفية لفائدة المواطن. دونك فيه جهود يعني راح تواصل، والدولة يعني عملت برامج في هذا الميدان، وعندنا الآن تجربة ناخذيناها في الميدان. دونك مسألة وسائل هي متواجدة، وراح يكون تحسين فيما يخص البرامج لفائدة السكان، وكذلك فيما يخص تسيير الموارد الطبيعية وخاصة منها الغابات. ولكم كل التوفيق في صعيدة 2015 السيد محمد صغرناوي المدير العام للغابات. شكرا على تلبية الدعوة. لمن فاته تتبع عدد اليوم عليكم سوى التواصل معنا عبر موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgerie.dz. شكر موصول للزملاء من إذاعة النات وللزميلة فاتحة عوامر منسقة تركن ضيف الصباح. إلى اللقاء.